الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال: فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بزيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. انتهى الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وده حديث في صحيح البخاري، أركز فيه كويس جدا لأنه فيه فوائد كثيرة جدا مرة واحدة. وبيتكلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، لأن الله تعالى قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في خصومة، وأعظم الخصومات الخصومة في الله تعالى. ناس بيدافعوا عن الله ويثنوا على الله بالخير ويصف الله بصفات الكمال وينزهوه عن صفات النقص ويثنون عليه بالتوحيد ويدعون الناس إلى عبادته وحده لا شريك له. ده صنف، وخصم وموفق، وفي خصم تاني ضد التوحيد ضد العقيدة. أسوأ شيء عنده إنك تقول للناس وحدوا الله تعالى، عشان كذا بيبغضك، لأنه عدو لله تعالى وهو لا يشعر. قال نفسه ذول كويس، امشي المسجد، صلى، بعد الصلاة قاعد يقف زول دار يتكلم في الدين وفي التوحيد، طوال يقف له في حلقه ما بتتكلم ولا بيزن، وانت جاي تتكلم في شنو، وسائل خلافية ما تتكلم فيها، وهو إلى آخره، وحصل شكله. دي خصومة في الدنيا، وبعدين يوم القيامة الله بلمهن وتحصل الخصومة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. تركز في الموضوع ده، الحميم ده الماية الحارة، مش شرط البطن كبوها، لا، صبوها في الراس. قال لك البطن اللي فيها شتمرق صبوها فوق، معناها بتجد الفوق والرقبة والبطن. قال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والله الذي لا إله غيره، ناس بيعادوا الله، قالين موضوع سهل، واحد يوقف الداعي إلى الله في المسجد ويمشي ينوم
يشرب اللبن، وخات جنبه بطارية عمك كبير تلقاه، وعكازه جنبه، والعنقريب والسرير طبعا خاتين اللحاف، العنقريب واللحاف واللحاف خاتينه فترة من المغرب فاضي القبارد في الجو، وبعدين يرقد يتكي عمك نوم كويس، لما انت تموت تشوف الردم تحت. طب تعالى الله، والله الذي لا إله غيره، قال لك إبراهيم عليه السلام يوم القيامة الله بجيبه، وقفه، وقف أبوه، يوقف أباه، ويحصل بيناتهم كلام، قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة. ده مشهد عظيم. قترة أي ما يعلو الوجه من الكرب حتى يسود، لما يتغير كرب عظيم في الوجه دي القترة، والغبرة ما يغشى الوجه من الغبار، غبار والله الذي لا إله غيره، وشه مغبر وفيه قترة كرب ويتغير. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، أنا في الدنيا ما قلت لك ما تعصيني، ما قلت لك اتبعني، اتبعني أهدك صراطا سويا، انت ما كانت تتبعني في الدنيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي ده في الدنيا، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ناس كتار زي ديل كان موقفته بعد ده العكاز بركبكن، ها ركبنا عكاز نحن بناكلها زي، والله وزي انت مشيت المسجد عمك عجوز اداك عكاز اكله زي، اداك سيخة وكلها زي، وعمك عجوز وكلها زي، اللي لقيته شاب اتوكل واملى يدك وكمل اخلاصك. ده كت شفته في صدره بس طوالي، ولا في خشمه وخليه خارج. الله والله الذي لا اله غيره. انا مره مشيت مسجد يا اخي في ام درمان، الجماعه تلموا قريب 70، تلموا طلبه، والصوفي قام قال ما بتتكلم، قال قلت له 10 دقائق بس، لا ما بتتكلم، قلت له بتكلم بس انت كذا اصبر انا بتكلم، ولابس لي بنطلون وقميص، كنت بنطلون واسع وقميص. المهم بعدين الجماعة قاموا واحد من وراء قال لي الرسول بيعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ولا ما بيعلم؟ قلت لك الأمانة خليه، الآية 50، أقرأ الآية 50 من سورة الأنعام. قال الله تعالى، قال الله تعالى، وش كلامي أنا؟ قال الله تعالى قل، وقل للرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. مش الكلام ده واضح؟ براه من نفسه ما بيعلم الغيب إلا بالوحي من السماء. قال لي وهابي وهابي، قلت له يا جنة دي آية كذا، أقف شوية، هو قدري ولا أكبر مني شوية؟ يا وهابي أوك ججاري. قلت له أسمع أنا شاب ما بتحمله، تجد كورك هنا دي بجيهك طوالي، لكن عجوز بتحمل نداني كف بمدل الثاني، لكن شاب اوعك تجيني هنا ججاري. زولك زول ضرب بس الله يتقبل، مليت يدي شفتها الزول اللي جياته بواحد بس، وقع هناك في الصف الثاني، وقع ومعاي 7 انفار انا، هون ديرك قريب 70 كلهم يتلموا ججارين. في بس عمك في واحد كذي، وما عمك كبير، المهم زول تخين 40ات عنده صلعة، وبعدين ما تابع لأي زول، زول عادي ساي جزاه الله خير، وعجب الكلام شكله. الزول لخد تاني على المحراب وبصغ تاني كذي عاتي عتو شديد،
خدتاني بس انا خشمي والشده دخلته في بطنه بس هو شغال كذي. الجماعه جاي وينه يفتش لي وشه، قلت له وشه بتلمه فيه وفي بطنه زول وشه تاني ما والله. واحدين يجروا بيجاي واحدين بيجاي ودوق في الحيط، موضوع طويل جدا. في النهايه ناسي قالوا لي اسمع نفتح لك شارع تكبره بيجاي تجر، قلت لهم مع الدقن ده الشغله دي جريه شينه. قالوا يا زول بنفتح لك والله الشغله دي كاتمه، قلت لهم خلاص افتحوا يا افتحوا افتحوا فتحوا مبينا مارقين. الموضوع طويل، فلذلك اعراض شديد عن دين الله تعالى. ابراهيم عليه السلام قال لابيه قال الم اقل لك لا تعصني، قال ابوه فاليوم لا اعصيك، خلاص الليله ما بعصيك، ما تراهدي مشت لكن الليله ما بعصيك. فقال ابراهيم عليه السلام او يقول ابراهيم عليه السلام يا ربي انك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال بعض الشراح معنى الأبعد أي أبعدته من رحمتك وصار شقيا، يعني صار من أهل النار. الأبعد يعني أبعدته من رحمتك. أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، ورب العزة والجلال قال له إني حرمت الجنة على الكافرين، دي ما فيها شفاعة، لأن الله قال في القرآن عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هسي زول زيي وزيك عنده ذنوب وعنده معاصي، طالما هو مسلم ومؤمن وموحد وبصلي عنده ذنوب، ده الشفاعة بتمش فيه، ده الشفاعة الله بنجيه. وبعدين الرسول بيشفع عليه صلى الله عليه وسلم، لكن زول كافر الشفاعة ما بتمش فيه. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، بعد ده أبوه بيختفي وبتظهر حاجة جنب رجليه، حديث في البخاري والذي رفع السماء، حديث في البخاري. قال فينظر فإذا هو بزيخ ملتطخ، فيؤخذ أي هذا الزيخ الملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الزيخ الضبع، الضبع المعروف ده، ده اسمه الزيخ، لكن الزيخ هو الضبع كثير الشعر، الشعر كثير بيسموه الزيخ. وملتطخ أي بالدم والرجيع الذي يخرج منه. مسخ الله آزر أبا إبراهيم على صورة الضبع، لأن الضبع قال أهل العلم لأن الضبع أحمق الحيوانات، ولأن من حمق آزر أنه لم يقبل النصيحة من أشفق الناس به وهو ابنه إبراهيم عليه السلام. شكرا يا جماعة، الجزاء من جنس العمل، كما قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء السادس، قال والجزاء من جنس العمل. الزول في الدنيا دي أحمق ما دار يقبل الحق، هناك مسخوه على صورة الضبع لأنه الضبع أحمق، وناس كتار الليلة نحن خايفين عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. احنا دارين شنو؟ والله لا عندنا حزب دارين ندعو الناس له، ولا دارين قروش من الناس، مرتاحين الحمد لله ما في مشكلة، ولا يبقوا معانا ولا مع أي طائفة، خايفين عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. عذاب الله عظيم يا جماعة، والله والناس في غفلة. الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ناس يسمعوا الآيات والأحاديث وفي له، يسمع صلي يقرأ الإمام كلا إذا بلغت التراقي، شنو بلغت التراقي؟ الروح. وقيل من راق؟ من البرقي ومن الدكتور اللي بنجي الزول؟ لا، وظن أنه الفراق، لحظات ديك
طالما الروح وصلت الترقوة وخلاص وماشي على الحلق بعده تأكد انه داري فارق الدنيا. والتفت الساق بالساق ألم شديد من علامات الاحتضار، من علامات الاحتضار التفات الأنف وشخوص البصر، أنه تبقى بس فوق. ومن علامات الاحتضار أيضا امتداد الرجلين، كرعيده اللي بيبقى مادين ورجله كأنه زول دار المهم دار يضرب له كورة غيره، المهم مادي رجله متألم. قال لك والتفت الساق بالساق، وهذا من الألم. وقال بعضهم والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة، خلاص الزول لم فارق. والتفت الساق بالساق نودين وين؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق بقلبه ولا صلى ببدنه وجوارحه، ولكن كذب بباطنه وتولى بظاهره. زول خرب بره وجوه والله. قال ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ماشي فرحان وأنا وهو إلى آخره. قال أولى لك فأولى. الله لما يقول لك أولى الموضوع ده خطير. قال لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. انت قال الله خلقك ساي، هذا في ناس ماشيين في الدنيا دي ساي بس ماشيين، جاي في حفلة راح ماشي، بغادي في فيلم ماشي، كلك حلو بس اي ناس يلقاهم بيخش معاهم والله. بجاي ما بعرف ده عنده حاجة في موبايله يشيلها، ده عنده بنجو يشرب معاه، ده عنده صعود بيسيف معاه، ده عنده سجائر بس لا في مجاسفة كده الدنيا دي بس لا في فيها كده. يا زول في قيامة وفي موت وفي قبر والله الذي لا إله غيره. فعشان كده أبو إبراهيم مسخ على صورة الضبع لأنه لم يقبل، كان أحمقا لم يقبل الحق. وأعظم الحق الجبهة إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل ومن سار على ناجيهم هو توحيد الله تعالى. يا جماعة الدار ينجو من عذاب الله، الدار يموت حسن على حسن الخاتمة، الدار الله يغفر له ذنوبه، الدار يوفق في الدنيا والآخرة، الدار صدره ده يكون منشرح يكون سعيد في الدنيا دي وبعدين في قبره الله يرحمه. ولما يلاقي الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة يكون موحد، عقيدته في الله صحيحة. انت كيف تعتقد في مخلوق بياكل وبيشرب ويمشي الخلاء؟ الله قال عن المسيح عليه السلام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. تعرف الله قال ليه كانا يأكلان الطعام؟ لأنه اللي بياكل الطعام يا جماعة محتاج للطعام، معناه الزول بياكل الطعام ده محتاج للطعام وبيمشي الخلاء، والمحتاج للطعام وبيمشي الخلاء ما يعبد ناقص. وأي بشر بياكل وبيشرب وبيمشي الخلاء، أمشي الجماعة أي زول بنى له بيت أبني لك بيت أحسن بيت خليه من غير حمامات، شوف زول بيسكن فيه لك لا والله ما بينفع معانا شغلة دي. أهم شيء يجي مسجد يلقى ما في هنا بينبذه وبيبقى مارق، لأنه إنسان ده محتاج ضعيف. شكي الله قال عن نفسه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكل وما بأكلوه، والله عظيم سبحانه وتعالى. الله يا أخي بيدمر الناس بكلمة بس كن يدمر شت والله الذي لا إله غيره، وما أفزول بيحجز الله سبحانه وتعالى. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يا أخي الله عظيم والله قوي، والله كشف الجماعة ذل شتر. قال لهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله اللي بتنادون في الشدائد يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، قال لن يخلقوا ذبابا في دمار أكثر من كذي. عليك الله ده تحدي ما عجيب. قالوا كله انت عقيدتك في منه؟ والله انا عقيدتي في الفركة. تعال انت والفركة بتاعك ده، وانت عقيدتك في منه؟ والله في بجنزير، جيبوا بيه جنزيره. وانت عقيدتك في منه؟ في بعتلة دار تحفر صيوان، انت جيبها بعتلة بيه جاي. وانت عقيدتك في منه؟ في بقرقاب. وانت في قرون. وانت في ابو العباس. وانت في بشام. وانا في فلان. جيبوا انشت شيوخ ديل كلهم لموا صف، سووا ضبانة يا شيوخ، انتم مش معلمين؟ اي سووا ضبانة. لأنت كلفناك يا فركة سوي أضان الضبانة، وإنت قرقاب ها جيها الكرعين كويس عيب، وإنت أبو قرون خلاص سوي الجنحين، وإنت سوي الخشم تاع الضبانة، ما تنسى الجضوم. وإنت كذا تقدر؟ كلهم لمون شيوخ، والله الله تحداهم في ضبانة. ما قال لن يخلقوا فيلا، ولا قال أسدا، ولا لا لا لا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لجنة كاملة تلمت عشان يخلقوا ضبانة، ما قدروا، ما ضعفة. تانا انا ناديون العتر، يا فلان الحقنا، لله يسوي ضبانة. بعد يسوي ضبانة من الشاور، عنده ضبانة بيقدر؟ ما بقدر، خلاص موضوع اكتر. والشيخ يا اخي بياكل الضبانة، بتجي تاكل ولا بتستأذن، تاكل وتنط فينا خرت الشيخ، تعمل لي زن تبقى مارقة ما راجلة. ضبانة ذاته مفتحة، تجي يا اخي تقول لا يا اخي تنادي من الشيخ، تخلي الخلق الكون عليك الله. السماء دي شت هسي ميت بصرك ده كله هناك وهنا وهنا، ده كله تخليه، والملك ده الخلق الملك ده كله العظيم الكبير المتعال تخليه، تمسك لك في زول بياكل ويشرب وشايل ابريكو ماشي وضبانة ما بيخلقها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما كذي بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا، الضبان قرع منك شيء أي لا يستنقذوه منه. والله حقه ما بجيبه من الضبان، تمش ليته تقول له غنمايتي راحت، وده كذا اللي رجع حقه من الضبان. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بعدين قال ضعف الطالب، مش انت طلبت من الشيخ اي طلبت من الفكي اي انت ضعيف، ضعف الطالب هو الفكي كيف والمطلوب ذاته، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يا أخي الله ده قوي وعزيز وعظيم. فرعون خايف من موسى عليه السلام قبل ما يلدوه، خايف خايف، اي فتى يشيل ملكه ده برا، والفتى ما داير ملكه، داير ما عند الله تعالى. قام قال اي ولد يلدوه جديد يقتلوه، يخلوا البنات، بيقوا الجماعة الولد ولدوه، ولدوا لك ولد مقتول وبيت اي خلوه. بعد فترة البنات بقوا كتار شديد جدا، الجماعة جو قالوا يا فرعون موضوع ده طويل كده، بقوا تشغل الملك، بقوا بنات زاي، الحل شنو؟ قال خلاص الحل ما هو ملاوز، قال كتلوا سنة وخلوا سنة. السنة مثلا دي سنة، أي ولد ولدوه يقتلوا، أو ولدوه السنة اللي بعدها 2019 خلوه حي. موسى عليه السلام مش مفروض بالفهم العام
الدو في السنة اللي ما فيها كتل والدو في السنة اللي فيها كتل ذات، عشان الله يوريك القوة سبحانه وتعالى. السنة ذات اللي فيها كتل والدو، وما يتربى إلا وين؟ يخش بيت فرعون ذاته جوا، تربى جوا في الملك وفي بيت فرعون، ورجعوا لأمه وترضعوا وتاني ويتخطوا في البحر، زول خايفين عليه يخطوا في البحر، حاسي زول خايفين عليه بيقول له ما تمشي البحر، مجا تشوف قاعد بيقول له ما تمشي البحر، هو قال لا رب العزة والجلال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، خدتي في البحر. أيوة أنت أمورك واضحة أنا عارفك، لكن خليك موحد. طيب خدته في البحر، ما جاء إلا وين؟ البحر بمحل فرعون ذاته، وشالوه دخلوه بيت فرعون، وكبر في بيت فرعون، وفي النهاية حدث ما أراد الله سبحانه وتعالى، نصره الله على فرعون. والله وصلوا البحر، فرعون وراهم، بحر قدام وفرعون وراهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص الجماعة دين لحقونا. قال كلا، ليه يا موسى عليه السلام كلا؟ كلا لأنه لم يدي ثابتين، ناس ثابتين يا أخ، عقيدتهم قوية يا أخ، ناس يقين في الله عظيم، ناس توكل كامل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أمر يضرب البحر، ضرب البحر، قال الله تعالى فانفلق البحر ده تشقق، فكان كل فرق كالطود العظيم، بيجاي زي الجبل وبيجاي زي الجبل، وفي النص وركب موسى عليه السلام ومن معه ونجوا بغادي، وبعد نجوا فرعون ركب وراهم، وموسى عليه السلام دار يضرب البحر. الله قال ليه؟ واترك البحر رهوى، خلاص خليه الموضوع ده انتهى، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون، إلى آخر الآيات. فالله ده عظيم سبحانه وتعالى، قوي يا أخ جل وعلا. ألجا له يا أخ، يا أخ نوح عليه السلام رب العزة والجلال قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف الزول لما ينكسر لأ الله، ده ما دعوته بتكون خطيرة، لو شاب قعد كده ينكسر لأ الله وبكى واتضرع وسأل الله بصدق وانكسر، ده ما دعوته بتكون خطيرة مرة واحدة، الانكسار ده ما دعوته عجيبة. قال دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. شغلة دي جات من فوق ومن تحت، تاني تقبل وين؟ والله فوق موية، موية جاية كر، موية عذاب كمان، وتحت موية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فالله عظيم يا جماعة، داير جنة اسأل الله، ما تمش لي فكيه أبويا الشيخ دار لي جنة، الشيخ عنده جنيات عنده مخزن، في شيخ بدي جنة، والله تمشي لك لي شيخ عليك الله، سيدة زور راجل يسوق مرته لراجل يقول له اديها جنة، هسي ده مش مفروض يطلقوها منه طوالي؟ ده زول يا اخ تعبان ذاته، والله الذي لا اله غيره. تخيل زول سايق المرأة وين؟ اركب الامجاد، ماشيين وين؟ لا ماشيين للفكيه يدينا جنة. وانت الفكيه انت شغال شنو؟ انت بتعمل في شنو؟ والله الذي لا اله غيره ده بياكل بالدين ولا شنو؟ ده ماله ده؟ عشان كده يعلموا الخيابة. أبويا الشيخ دار لي جنة، أبوك الشيخ بديك تراب يقول لك أمشي أكشح في مبدة، تمشي تكشح التراب في مبدة والتراب في خشمك، والله الذي لا إله غيره. أنت ما فاهم الحاصل؟
زول بيخطوا الأمر يقول له أكشع التراب وشائل التراب. والله ماشي الشيخ رسلني ده ما درويج عليك الله ده فاهم شاسي وقصائد اللفوه في الموضوع ده. نحن ما قاعدين نظلم ونساي الكلام ده حاصل في البلد دي ما يقول لك ما حاصل والله يا زلمة بتاعي واحدين شغالين ركشات واحدين شغالين غيره مرة يا أخي تركب في الركشة راح شايل لا عتوت ماشى مودي العتوت وين يا مرة والله يا أبويا الشيخ ودي لا عتوت وأولاده جيعانين في البيت الجنيات جيعانين والراجل في السعودية وهي ماشى شايل عتوتة في البلد دي عليك الله نسأل الله الرحمة يا أخي رب العزة والجلال قال في القرآن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ناس يديهم بنات ويحفظن مرات يديك البيت ويحفظ عليك لما تخش القبر البيت دي زول ما يصلح شوف العظمة دي يهب لمن يشاء إناثا ويهب يهب دي معناه مجاني الهبة يهب مجاني موش الولد بوقيتين والبيت بوقية هو شنو أصله ود بوقيتين ودي بوقية هو شنو عتان وسخلات انت بتبيع ساي هو ولد بتجيبه كيف ذاته انا دار افهم زول بيجيب الولد ده ما معروف بيجي كيف لكن ديل بيجيبه كيف انا دار افهم الناس دي ان قال لك بسأل الله كذاب لو قال بيسأل الله ما عليش لكن هو كذاب هو بقول كباشي كم أدى ولد مش كباشي كم سأل الله والله أدى ولد لا لا ما قال كده كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي أسيد دين والله الذي لا إله غيره وقال لك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أربعة ناس بديهم بنات ده صنف ناس أولاد صنف ناس بنات وأولاد صنف ناس لا بيت لا ولد لا الموضوع انتهى شغال معارضة مع الله انت الله يجيبه عقيم انت تديه شغال معارضة انت فاهم شنو ذاته والله الذي لا إله غيره فإياك تمشلك ليزول تقول له الدين جانا دل دجالين ساخ بيخشوك والله الذي لا إله غيره وبضيعوك والشيخ شغال شنو يأكل في مفتفت ويأكل في الإتان أمور واضحة وشبعان ويشرب في المهيوبة ده باقي لك يا أخي ده موضوع طويل ونسأل الله العافية وواحدين تانين يعتروا ينادوه يا فلان الحقنا يا فلان افزعنا نساوين ورجال الحقونا وافزعونا يا شيخ فلان ده والله شرك بغضب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في القرآن إن الذين كفروا ينادون بنادون يوم القيامة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم السبب شنو إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قل لكم وحدوا تابوا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا خلاص اختنعنا واعترفنا فهل إلى خروج من سبيل في طريق نمرق من النار دي في طريق ما في طريق السبب ذلكم سبب دخلنا النار ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم يقولون الله برا لك وهابي جابك هنا شنو تقول له الله والشيخ يقول لك أيوة أنت زول تمام عليك الله ده فاهم أسي الله برا وهابي يقول لك أنت كعب الله برا يقول لك كعب أنت الله والشيخ يقول لك أنت زول تمام هذي ديل فاهمين شي والله وهو الفرق بين التوحيد والشرك شنو زول قال يا الله تنجيني نادى كم نادى واحد يا الله ويا الشيخ نادى واحد ده واحد ولا اثنين ده اثنين ده الشرك ذاته ده لخبطه وما جايب خبر
الزول اللي خش غلط ده رمز الحماية ما عنده ده بيقعد يضغط كده شفته وبعد شوية يقول له انتظر 35 ثانية تاني بعد شوية يلخبط وانتظر تاني لما تقوم القيامة ما بكون فاهم شيء والله ليه لأنه خش غلط يا أخ وحد الله الخلق الكون سبحانه وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الله والشيخ أيوة تمام طريقتكم كويسة الله والحجاب تمام لا ما تمام ده شرك وده كفر بالله سبحانه وتعالى قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين مخلص الله بس دين نظيف الله بس ما في شأن فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ما في الدنيا ذبله لواء لكن هناك قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم ده ما سؤال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قلب ده بيطلع من محله يوصل فوق من الخوف وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لآخر الآيات فلذلك يا جماعة الناس وحد الله إياك تعتر تنادي فكيه فكيه ما عنده شيء والله ويا أخي عليك الله أسانا أنا أدي وأنا يا فلان الحقنا واحد في الجزيرة برضو يناديه يا فلان الحقنا واحد في الشرق يناديه يا فلان الحقنا واحد في الغرب واحد في الجنوب واحد في الشمال الزول ليه الحقياته كان دار عارف في الحقياته يا أخي نادي الله يا أخي الله بنجيك سبحانه وتعالى والله تلقى راكب مع الشيخ ويحصل حادث ذاته الشيخ راكب في العربية والعربية تنقلب حادث يبقوا مارقين سوا ما شفت المداح ذاك مات في الطريق عربية حصل لا شيء تخارج بقى مارق عليم ربه والله الذي لا إله غيره برعي القوم مات وين برعي مات وين تقالوا مات في المسجد برعي مات في المستشفى ودى المستشفى شو ده مش سؤال وجيه أنا داري أعرف الفكي ده الشيخ ده الودى المستشفى مات في المستشفى في ساهرون مرقوا من هناك بالعنقريب اللي بسرير عليهم رب المهم مرقوا من جوا ملك الموت جاءوا في المستشفى ما شغل ما بعد تكتم ما خلاص بعد ده والله ده الملائكة برسلون الله يتقال الملك قدر كيف ملك في سنن أبي داود ما بين حلمة أذني شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 سنة في سنن أبي داود وفي مستدرك الإمام الحاكم صحه الألباني وصحه الذهبي صحه الحاكم وافقه الذهبي وقال الألباني هو كما قال صحيح الحديث من رواية محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة تركب حصان تجر 700 سنة بس قال لك تصل من أضانه لكتفه 700 سنة وجبريل عنده 600 جناح ولو فر جناحين بسدنا الأفق كان جاب النهار عمل جناحين كذي الشمس ما بتشوفها ديل باقي لك ملائكة ذو ديل
وده المخلوقات، فما بالك بالله الخلقن سبحانه وتعالى عظمة قدر دي تخليها تعالي لك الفقيل فقيل عنده نزلة نخريته نخرانه سائلات تقعد تنادي فيه يا أبويا الشيخ ويعطس تر يعطس يا أخي أنا بنادي ده والله الذي لا إله غيره، والفقيل بعد شوية نفسه يكتم يموت، ديل بدل يعتبره يقول والله الله ده قوي كتل الفقيل، يقول لك والله تعارف يا دوب الشغلة بدت بدت بعد يموت يدفنوه وابنه لوضع عزاب لافين ما قادرين يتزوجوا ابنه للميت ميت دار باللوضة شنو انا دار اعرف دار با شنو ساوي لي لمبه جوا وده بولع بيجي مارك بعده وفي زول برده يقعد في المغابر حي كذي ساي قاعد في المغابر ما يبقى مارك ده كان حي باقي لك ما كان جخش المطعم دون طلب ولا ونص طلب ونص يا قاعد في المغابر ساوي لي اوضة وساوي لي باب وساوي له طبلة ومطبول الفكي ذاته مطبول ويجي الحوار ذاك أبو عراقي يجي خاتي له كورة النساوي نيجي ندفع كر المرأة تجي بركشة بعشرة جنيه تدي بتاع الركشة عشرة جنيه وتدي الفكي أربعين جنيه ده وصلك مشوار ما تديها بتاع الركشة انت بتدي زاي والله الذي لا إله غيره كلها هوس وشيلوا التراب يسفوه عليك الله شوف الطفولة دي التراب يشيلوه تلقى زول يسف يا اخي السكر ان سفيته كثير بهذاك سوي لك سكري تسف في التراب ولك يا مولانا ده فيه بركه بركه كان ما مشيت سوي لك حصو تعال قابلني تغش ده يا بركه عنده وموضوع طويل جدا والله الذي لا اله غيره اوهم الناس شفت النازل غلبتنا الشغله الفكي ده غلبوا الشغله طول بالي حار الباغه دي ما حاره يطلع في السلم وتقع بيه واك وارميها بجاي وسويها بحارة الشغلة يشتغل ركشة مرة المرات اللي بنسلق بيتقطع مرات يوديها العادم يحرقه مرات وين مرات البستم مرات شنو شغلة حارة شغلة بقت الركشة ويقف صف في البنزين مرة عليهم الفكيه غلبته يشتغل وين تاني فرم النار فرم والكوريك وبيعرق كتير غلبته الشغلة تعرف سوى شنو مش نام وصحة والله قال أبويا الشيخ اتبين في المنطقة الفلانية خلاص الدوه وطه تاني بعد يومين جاب له شوال دقيق سوى له زلابية بمديدة وفتح الباب الكبير والعطالة جت لمه والله طريقتكم سمحة قول زلابيتكم سمحة زايد وكل وقول زلابيتكم سمحة طب تستقبل بعد شوية يجيبوه في الجريدة ظهور الطريقة الزلابياتية في العزبة بجوار سوق العرب بعد شوية تبقى طريقة تاني النساوين تقلقلا اها يا شيخ الزلابية ما في جنة جنة انت بتاع الزلابية سايت مسكينة والله الذي لا إله غيره كلها هوس ولخبطة وعك تبقى بتاع شيوخ أبقى موحد لله سبحانه وتعالى واحد الله وأدعو الله وتضرع لله جل وعلا. طيب ده بيزال إبراهيم مرغني وفلان وفلان ده مع الحزبيين يا أخي قال مع الحزبيين تركون الماشين وجايين مع الحزبيين وشغلتهم. طيب بعد ذاك الإنسان دائما يا جماعة يتعلم العلم الصافي زي ما ذكروا لك أخواننا ذي الجبال العلم القائم على الكتاب والسنة وأبقى حر. شفت أي زول يجرك لي جماعة ولا طائفة ولا حزب أخذ الكلام ده عام وبعد ذاك خدته في موضعه ما تبقى معه. اليوم اللي بيجيك يقول لك والله نحن عندنا اجتماع وتعال ودارين نسجل وكذا أبقى مارك طوالي والله أبقى حر لا تبدخلوك قبرك عشان أنا أختم لك بدخلوك قبرك بيسألوك في القبر بيجوك ملكين ملكان كما في الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من رواية البراء رضي الله عنه بيجوك في القبر بيجوك من الملائكة ملكان بعدين بيسألوك من ربك من ربك انت موحد في الدنيا دي لمعلق حجاب لبتسف التراب لبتنادي الفكيه لبتقول يا شيخ فلان الحقنا لبتروح منك شيء تمش لفلان تقول له شوف ليه الرايحة جزاك الله خير يا أخي الله يكرمك الله يكرمك الله يتقبل منك جزاك الله خير الله يكرمك ويتقبل منك. طيب فلبتمش لفلان ولا علام موحد وعقيدتك صحيحة
ده الله بثبتك بثبتك، لأنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله لو ما بتعرف تكتب اسمك، لو زول غبش ساي زي وزيك كذي، زول عادي بس كذي موحد عقيد تقديل بتعرف فقيل شيخ لا غيره، الله بس سبحانه وتعالى وبتلجأ له في الكروبات وفي الشدائد وفي الرخاء. من ربك؟ طوالب تجاوب بتقول الله، الله بثبتك. ما دينك؟ الجواب الإسلام. لولو وماف يسألوك ما دينك، أقعد يتلولو لون هناك. والله أنا كنت ختمي بختموه عليك جمضانك بتعرف الحاصل ده شالين حديد. أقول لا أنا كنت ختمي ولا قادري ولا تجاني ولا أنا كنت أخو مسلم ولا حزب أمة ولا أنصار سنة ولا غيره، كل ما تبقى معهم أنا دار أنصحك لوجه الله تعالى أبقى حر بس. يسألوك ما دينك؟ تقول الإسلام بس. أي زول جاي جرك لي جماعة قل لا زول ما معاكم برانا، نحن بس حرين كذا نصلي لله نصوم لله ونزكي لله تعالى والصلاة ذاتها لله. والله ما سميت الجماعة وإن كان ذيك خلاه برا، فلذلك تخليك الله بس شفت عقيدتك في الله تمام واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة زعلوك يقول لك من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ متابع النبي صلى الله عليه وسلم بتقول محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علمك؟ تقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، خلاص الله بنجيك. ده امتحان مكشوف، امتحان القبر ده مكشوف. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما علمك؟ أربع أسئلة. من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الكلام ده جبته من وين؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، موضوع انتهى. ده الدين، ولا دار تبقى في جماعة وبايعت الشيخ وليا لي في الدنيا والآخرة. ده بيوهمك يا زول، ده فك الدرب ده جبت خليك زول حر ومستقيم. ونحن والله دار لك النصح، نحن ذاته لو يوم جبنا ورقة وقلم قلنا سجلوا أبقى مارك طوالي، ما في تزدي، أبقى مسلم مستقيم موحد، صلي في المسجد هذا ولا غيره من المساجد، وأعبد الله وأدعو الله. عندك مشاكل تقوم بالليل تسأل الله، قل يا الله والله أنا تعبان في شنو، وتعبان مالك يعني في شنو، دي سؤال لنفسك تسأل نفسك براك. والله دار لي زوجة، بديك زوجة وتبقى مارك ما فيش. والله أقول تعدي أغنى وكو لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم، افتحوا جوا ما بلقوا موسيقى ولا نغم، نغم بتاع شنو. والله تقعد تبكي براك وناي ومصايب ثقيله جدا، وتغشك البيت تخليك تمشي. واحد يا اخي قال لي في التغانه، قال لي والله بيت مصاحبه ولد في خلته مشت لها لواحد ثاني، قال كل يوم يجي عائل لها امشي بس يبلع حبوب ويشرب بنجو. يا زول انت مجنون في راسك؟ دي مرة ولا قنبلة دي؟ امشي استغفر وامشي، بعد فترة الله بنسيك خلاص، الجروح ده مش شايل جراح بيتمسح خلاص، تبقى مارك ما بشي. قول ماتت يعني شنو تموت وراه؟ تقعد تبكي يا اخي وغشوك الجماعة، يا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، انت بتركب ساي ده بغرقك معاه. فلذلك خليك موحد وزول مستقيم وشوك دربك والله بيرحمك والله. واسمع الدروس والمحاضرات والحلقات الزي دي، احرص انك تحضرها وتستمع لها وتستفيد منها. جزاكم الله خيرا.